يقول اني راحن في جهة الشمال كذا من هناك، يقول دخلت بصلي العشاء، لا المغرب، يقول يوم كبر يوم قرأ الصوت مو غريب علي، سمع والله ابو عمر نويشر ما شاء الله، هذا نويشر طبعا اشتغل له ابليس على شغل حلو الا هو لا مو رده هذا، يقول اتاكدت انه هو، قلت في اي حي؟ قال في حي الفلاني، قلت بس هو اي هذا، فهم صلي معك ما شاء الله هنيئا لك. انا صليت اليوم معه ما شاء الله تبارك الله، قراءة نجدية ندية لا يمل سماعه، الله يكتب اجرك، صليت المغرب والعشاء والتراويح. ما علمت عنك يا ابو محمد، الله كان حببت يعني ملك. لا كان اكرمناك وقال الله يكرمك، اكرمنا الله جميعا واياكم بالطاعات يا رب، الله انك كفو، الله يجعلنا واياكم منهم يا رب، امين. ابو محمد غالي علينا عاد مره، الله يرضى عليك، غالي على الجميع، السامعين جميعا، الله يطول عمرك. لا انا بنطلق من ابو عبد المحسن يوم قال الشيطان، يوم قال الشيطان وانه لعب فيه، ترى قضية لا يفهم من الشيطان انه فقط الاشياء الكبيرة النار وال انه يعني يحثك على مثلا الاشياء اللي توديك للنار والاشياء اللي الاشياء الكبيرة الواضحة، لا له خفايا، يعني لابد انك تعرف شيطانك وشلون يجيك، وشلون تعرف شيطانك يجيك انت وشنك ضعيف فيه، مثلا تزعول حلو. لذلك من الأشياء أنا في قضية الدعاء مثلا في رمضان، بعض الناس يقول الدعاء بالجنة والبعد عن النار هذا شيء طيب، لكن فيه أشياء أنت تعرف نفسك ضعيف فيها، مثلا عندك غضب، إنسان غضوب مثلا ما تتحمل المواقف وعندك ردات فعل قد تكون، ادعو الله أن الله جل وعلا يذهب عنك الغضب هذا. يا سلام يا سلام. عندك في جانب مثلا في الشك ريبة في مثلا زايد مثلا قضية مثلا أشك في الناس تحسس. مثلا واحد قدم لي شيء وش وراه ذا أكيد فيه، بس تنتظر عاد تنتظر سنة أنه بيقول شيء اللي في بالك، مثلا أحسن إليك مثلا قدم لك هدية، نعم. تجلس سنة كاملة تقول إيه أنا ذيك الهدية الحين وش بيقول، أي أكيد أنه بيقدم لي ذا الحين بيقول عندك سلف 500 سنة كاملة وش عنده اي وش عنده من اغنيه زينه. طيب كيف اعالج المشكله دي؟ ادعو الله ان الله يفكك منها. يا سلام. بعض الناس يترقى الى قضيه الشك مثلا في مستوى مثلا شك في الناس، هذا وش له واقف من فيذا؟ نعم صحيح. عنده مثلا وش يناظر وش قاعد، فكل صحيح. واحد له شيطان اللي هو يعرف، انت تعرف انت شنك ضعيف فيه. الوسواس. اي طبعا هو الوسواس. لا الوسواس في الوضوء مثلا بعض الناس عنده مشكله في انا شفت واحد في مسجدي، انا اصلي في المسجد رايته قد استوى رايته عرفته، انا بعد ما صليت جاني يبكي يقول يا ابو عمر عجزت ادخل معك، ابغى اكبر وعجزت، عجزت ادخل معك في الصلاه، كل ما جيت اكبر جاني الشيطان، انعقدت النيه، ما انعقدت النيه، انعقدت النيه، والله الذي لا اله الا هو، رجل عليه آثار الصلاح يعني ما شاء الله مرة تامة، السنن الظاهرية التامة، ومع ذلك يبكي يقول والله يا ابو عمر عجزت أدخل معك الصلاة، والله كيف حال هذا جانب. طيب هذا وش يدعو به؟ تدعو بالجنة وأن الله يقيك من النار جزاك الله خير، لكن ادعو الله أن يفكك من الوسواس اللي أنت فيه. بعض الناس يجلس فترات طويلة في دورات المياه، يجلس طلع لينه بال عمره وثياب وغثة ومشاكل، طيب هذا وش تدعو؟ ادعو ان الله يفكك من اللي عنده ولد مريض، اللي عنده ولادي بصلاح، اللي ما تزوجت ودها بزوج، اللي ما تزوج ودها بزوجه، كل شيء فعلا شيء يهمك ودك تلجأ الى الرب الكريم. الله والله بقول لك عاد موقف، اليوم انا كنت امشي قبل المغرب، نعم، ومريت لي على واحد وقلت السلام عليكم، يا سلام، ما رد السلام، طبعا جاني الحين الشيطان ما رد السلام، ايوه كنا ما سمع. الصحيح ما هو بانك تتعامل، الصحيح انك الان انت اديت عباده، انتهى الوضع، لا تنظر وش تبعاتها. بعض الناس يجيب مشروع خير ثم يغضب على الناس ويزاعلهم ليش ما تجاوبتوا معي، مو بصحيح. مثلا انا عندي الوداد ورحت للناس وكلمته، والله عندي والله كذا مشروع كذا، يا ابن الحلال فكنا يا ابن الحلال، لا تزعل عليهم، انت جبت مشروع وما حصل لك النتيجه المطلوبه، لا تزعل،
عرفت شلون؟ لا يتخذك الشيطان في أشياء طيبة مثلا تعرضها على الناس وتجعلها مشاريع لهم يتبنونها، لا مو بصحيح. صحيح. إذا أخفقت أو ما تجاوبوا معك يكفي أنك الحمد لله أديت اللي عليك وبشر بالخير. ولذلك الأنبياء ما تلقى معها من قومه إلا